بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مثال جديد المرة دي مع البرايفت كأكسس موديفاير أو فيزيبيليتي موديفاير. الفكرة فين؟ في البرايفت طبعا البرايفت موديفاير بيديني لما أجي أعرف أي شيء إن هو برايفت، ما تنساش إن ده بالنسبة لنا مش هيبقى متاح في الكلاس. كلاس هعمله برايفت عشان أوصل ليه. أنا هاخد كوبي الأول بس من المثال اللي فات لأن هغير فيه بعض الحاجات. لكن أنا لو عملت كلاس عملته يعني 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 كلاس كله ذات نفسه برايفت، يبقى عمري ما عارف استخدمه لما هو معمول عشان يستخدم اساسا، فما ينفعش. لكن في الحاجات الداخليه يعني مثلا في الاوبن كلاس اللي اسمه بيس 3 عملت ايه، برو 1 خليته برايفت. برايفت معناها ان هو لا يمكن الوصول اليه الا من داخل الكلاس الذي تم التعريف فيه بس. يعني بيس 3 دلوقتي هو الوحيد اللي يقدر يوصل لبرو 1، غير كده استحاله. عشان كده هعمل فانكشن قدامك اسمها جيت برو، وهو هيدريف فيها البرو 1 عشان دي الطريقه الوحيده اللي نقدر نوصل بيها لمين، لفاريبل من النوع برايفت او لاي شيء من النوع برايفت، ان الحاجه الداخليه بس اللي تقدر تنادي عليه. لما جيت عملت دريفت مثلا 4 خليته يورث من 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 بيس 3، في الحقيقه هيلاقي جيت فوق جيت برو، لكن مش قادر يوصل لاي حاجه يعني. لكن انا هوريك بس لو حاولت انادي على جيت برو، طبعا بيقول لي جيت برو وانت وارث ما ينفعش، لان جيت برو هنا وجيت برو عند الرئيسي فلازم تعمل اوفر رايد. فقلت له لا لا لا، ممكن غير اسمها، انا مش داخل في الاوفر رايدنج ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. انا اقول له مثلا برنت برو، مثلا برنت برو 1 مثلا، ما عنديش مشكله في برنت برو 1. بس اللي انا عايز اوصل له ايه، ان انا برضو مش هقدر اوصل لبرو 1، مش هعرف اوصل لاي لبرو 1، ولو عملت اوبجكت من الكلاس مش هعرف اوصل لبرو 1. فالوصول لبرو 1 صعب جدا، لان انا مش هقدر اكسسه باي شكل من الاشكال، لان هو برايفت وما ينفعش ان احنا نقدر نوصل له، ومحدش يقدر يوصل له غير الكلاس اللي هو متعرف فيه بس. فلما جيت هنا تحت، اما جيت عرفت اللي هو بي من بيس 3، برده مش هيقدر يوصلني لبرو 1 مع انه اوبجكت، برده مش هيقدر يوصلني. يعني بي 1 دوت اهو جيت برو كفانكشن تيجي، لكن فاريبل برده مش هيقدر اوصله خلاص. فدي طبعا دي انا اللي عاملها، ما فيهاش فيها مشكله. طيب لو جيت قمت عامل نفس الكلام في دي، بدل دي 2 خليتها دي 4 وعرفته من دريفت 4، وقلت له دي 4 دوت جيت برو، طبعا هتلاقيها عادي جدا جيت برو، عشان دي طبعا حاجه جوانيه، لكن مش هتطبع حاجه، مش هتطبع برنت برو 1. لكن طبيعي احنا اصلا مش كاتبين جواها كود، لان ما عرفناش نوصل اصلا لبرو 1. ها، فلما نيجي الرن مش هيطلع لي غير القيمه صفر اللي جايه لي من الايه، من البيز. يبقى ناخد بالنا في البرايفت والعمل معاه اللي مقفول على الكلاس اللي تم التعريف فيه الشيء البرايفت فقط.